أرجو أن توضحوا لنا توضيحاً شافياً مسألة تحديد النسل، وما هو الحل لمن يريد أولاداً محددين حتى يؤمن مستقبلهم، خاصة إذا كان أبوهم فقيراً. المستقبل يا أخي بيد الله، والله لا يخلق نفس إلا ويكتب رزقها، فرزقهم بيد الله، ولا تسيء الظن بالله، هذا شغل الجاهلية، هم اللي يقتلون أولادهم خشية الفقر، يقتلونهم خشية الفقر وخشية الإملاق. فأحسن الظن بالله عز وجل، ورزقهم على الله ما هو عليك. لكن هذه دعاية من أهل الكفر دسوها على المسلمين فانطلت على ضعاف العقول وضعاف الإيمان. فأنجب وتوكل على الله وأكثر من النسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم. والرزق لا يهمك، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، والمستقبل بيد الله عز وجل. نعم. فأرجو أن ترفضوا هذه الدعاية وأن تحاربوها. نعم.